السلام عليكم متابعي قناة سكورة طوب. اليوم غنديرو التمرين التتمة ديال 783 في تاسين مات بريمير اني كولاج. اذا هنايا اكزيرسيس نيميرو 17 اون كونسيديغي لا فيغور سي كونتر. اذا هاد السيتيسيو هاد الشكل هذا، اذا غنعاودو نرسمو هاد الشكل هذا. اذا عندنا سي و سي بريم دو سيركل دو سونتر او، اذا عندنا جوج دائرات عندهم نفس المركز اللي هو او. اذا نصف المستقيم او اكس اللي هو هذا او اكس اللي بالاحمر كي كوب سي اون ا، تيقطع لينا سي في الا وتيقطع لينا سي بريم في بي. اذا هنايا سوا دلتا لا طونجونت او سي، هذا دلتا هو طونجونت ديال سي في ا، يعني غيكون بحال هكا دلتا. دابا نعاودو نرسموه. ودلتا بريم هو طونجونت ديال بي سي، هنا غيكون دلتا وهنا غيكون دلتا بريم. انا هاد الشكل هذا علاش نبين لكم هما طونجونت. اذا غنعاودو نرسمو الشكل السؤال ديالي. إذا درنا السؤال قلنا هو غو كوبي إي كومبليتي لا فيغور، غادي نمشيو غادي نرسمو الشكل ديالنا. إذا غنجيو لهنايا، غادي ناخد واحد النقطة اللي هي أو المركز ديال الدائرة، غادي نرسم الدائرة الأولى اللي هي سي واحد، من مورا غادي نرسم الدائرة سي جوج اللي نفس المركز ديالها، فوالا. وعندنا نصف المستقيم، قلنا هذاك النصف المستقيم اللي هو او اكس اللي هو هذا، تيقطع الدائره في جوج ديال النقط اللي هما ا و بي. فوالا هنايا عندنا او، وهنايا النقطه ا، وهنا النقطه بي، وهذا راه النصف المستقيم او اكس. احنا عاودنا رسمناه. اذا هذه سي واحد وهذه سي جوج. فوالا اذا قالوا لنا طونجونت دلتا هو طونجونت ديال الدائرة النقطة ا. إلا بغيت ترسم طونجونت ترسم العمودي على الشعاع. هادشي عرفناه بأن طونجونت الدرس ديالو، تيسولوني الدراري على درنا الدرس ديال طونجونت، راه درناه في الفيسبوك ودرناه حتى في اليوتيوب، والدرس راه سميتو سيركلي طونجونت. كنديرو العمودي على الشعاع لأن طونجونت من الخصائص ديالو تيكون العمودي على الشعاع اللي هو هدا. إذا هذا هو المستقيم دلتا أو لا طونجونت دلتا هو هدا. وكذلك دلتا بريم هو العمودي على البي ديال الزاويه اخرى مزيان. اذا حتى هو غيكون هنايا دلتا بريم. فوالا اذا هذا هو دلتا بريم. احنا كملنا الشكل ديالنا، غادي نشوفوا الاسئله ديالنا شنو تيقولوا. دونك لا كيسيون الثانيه هي مونتري كو لو دو دغوات اللي هما دلتا ودلتا بريم بانهم باراليل. حنا في الشكل راه تيبانو لينا بانهم باراليل، تيبانو بانهم متوازيين، ولكن خصنا نبينو. اذا شنو غادي نقولو؟ تنقولو بان عندنا هنايا دلتا عمودي على الاو ا، وعاوتاني دلتا بريم عمودي على الاو بي. علاش؟ لانه هو طونجونت، وبالتالي عندنا الا والبي تنتميو لنا النصف المستقيم اللي هو او اكس. دونك راه دلتا عمودي على الاو اكس ودلتا بريم عمودي على الاو اكس. اذا دلتا ودلتا بريم متوازيين، هادشي اللي قلنا هو اللي غادي نكتب. فوالا اذا عندنا بان دلتا عمودي على او اكس مباشره، كار لان دلتا هو لا طونجونت ديال الدائره سي اون ا، وعندنا بانه عمودي على دلتا بريم لانه طونجونت ديال سي دو في بي، وعندنا ا بي تنتمي للدمي دروات او اكس. الوغ راه دلتا باراليل دلتا بريم. إذن إكزيرسيس 18، أون كونسيديغي لا فيغور سي دوسو. إذا هاد الشكل هذا اللي قدامنا، كونستخويغ لو بوان أو بريم لو سيميتريك دو أو بارابور أ أ. إذا قبل ما ننشأ أو قبل ما نصاوب التمرين، إلا كنتي مازال ما تتعرفش شنا هي قناة سكويلا برو، قناة سكويلا برو راه درناها مخصصة للدروس، هي تابعة لقناة سكويلا طوب، ولكن راه فيها الدروس. الدراري تيسولوني على الدرس ديال لا طونجونت أستاذ فينا هو. غادي تجي غادي تقلب غتلقى هنايا التيوريم، تلقى الباراليل سلسله، كاين الدروس تنشرحوهم هنايا في هذه القناه هذه. ها هو الدرس ديال التروازيام اني، تلقاو سلسلات تمارين، غادي الشروح ديال التعميل هنا، التماثل المركزي اللي هو ها هو اونغل اي طونجون، سلسله ديال اونغل اي طونجون، المعادلات تلقاو هنايا الشرح ديال الدروس. اي شرح بغيتي تلقاه هنا، ما لقيتيش كونتاكتيني في الواتساب قول لي راه ما كاينش اونصابو لوردري اوبيراسيون كالكول لاتيرال، كلشي كتلقى الشرح ديالك هنايا، ادخل واستافد. و الا ما استفدتيش ديك الساعه ديزابونا من لاشين الا ما فهمتي والو.
ونرجعوا للتمرين ديالنا. اذا هنايا غادي نصاوبوا السيميتريك، غادي نمشيو لابليكاسيون ديالنا باش نصاوبوا الدائره. عندنا هنايا غنصاوبوا دائره هذه هي الدائره ديالنا، الدائره المركز ديالها او، وعندنا ا تتنتمي الاو. اذا نديرو ا تتنتمي كان عليا بعد شي شويه هنا. المهم مثلا ا تتنتمي الاو، غندير هنا. اذا هذه هي ا، هنا عندنا او. مزيان. اذا قالوا لينا في السؤال ديالنا قال لك نرسمو او بريم سيميتريك ديال النقطه او بارابور ا. اذا هنايا غنستنتج بان القطعه اللي هي او او بريم ا هي المنتصف ديالها، يعني الاو ا كتساوي الاو بريم ا. غادي نمشيو نصاوبو سيميتريك. الا ما تعرفش تصاوب سيميتريك، اذا سيميتريك تتجي تدير واحد، نحيد المسطره، تدير واحد المستقيم. انا بغيت نصاوب الصوره ديال او بارابور ا، اذا تدير نصف المستقيم اللي تيمر ليا من او ومن ا بحال هكا. من موراها تشد البركار ديالي وتنعبر المسافه اللي عندي اللي هي او ا، وكنديرها من جهه اخرى باش نحدد بريم. اذا فاش نحدد بالبركار رانا رسمت السيميتري. دابا هنايا هي الاو بريم، بحيث هاد المسافه تتقايس هاد المسافه. مزيان فوالا. دابا السؤال الثاني ديالي هو كونستخوير لا دروات دلتا لا ميدياتريس، الميدياتريس ديال سيغمون او او. هذا السيغمون اللي رسمنا قلنا بان ا هي المنتصف، اذا الميدياتريس تنعرف بان الميدياتريس ديما تيكون مالو تيشكل ليا واحد الزاويه قائمه مع المنتصف او او بريم و ا. اذا هذا هو دلتا الميدياتريس، غيكون عمودي. اذا نمشيو الشكل نرسموه، خاصو يكون قلنا عمودي على ا في المنتصف. اذا تنجيب المثلث ديالي وتندير واحد المستقيم اللي هو عمودي على ا. فوالا. اذا هذا المستقيم اللي غادي نرسم هنا هذا هو المستقيم دلتا، هو الميدياتريس. هذا مثلث، اذا هذا مستقيم دلتا ميدياتريس ديال سيغمون الاو او بريم. فوالا. اذا باش نبينو هذا هو الشكل ديالنا، اذا عندنا المسافه او ا كتساوي لنا المسافه او بريم ا. فوالا. عندنا دلتا قلنا هو الميدياتريس ديال سيغمون ام او او بريم. فوالا. عندنا سيدي هاد الا هادي مالها تتنتمي لينا للدائره سي، هادي نعبروها الدائره سي، وتتنتمي لدلتا. فوالا. وبما ان هاد الميدياتريس كيكون عمودي على القطعة في واحد النقطة تتنتمي للدائرة، إذا راه عندنا راه عمودي على القطعة أو أ اللي تتعتبر هي الشعاع ديال الدائرة، وبالتالي راه دلتا هو لا طونجون. مزيان. إذا نمشيو نكتبو. فوالا. إذا عندنا قلنا بأن دلتا لا ميدياتريس دو سيغمون أو إم أو أو بريم، وعندنا بأن دلتا عمودي على أو إم بريم في أ، وعندنا أ تتنتمي للسي الدائرة اللي الشعاع ديالها هو أو، المركز ديالها او والشعاع ديالها او ا. الو راه عندنا دلتا عمودي على او ا، دونك دلتا هو لا طونجونت او سيركل سي او ا. اذا حتى لهنا تتسالى الصفحه ديالنا. نتمنى لكم استفدتم مزيان، ما تنساش بارطاجي فيديو مع الاصدقاء ديالك. موعدنا في صفحه اخرى ان شاء الله. كان معكم بروفيشن من قناه سكولا توب. خليتك على خير، السلام عليكم.